المتواصلة على مستشفياتنا التونسية وخاصة على الأطباء اليوم، ويوصل حتى التهديد بالسلاح. هذا وأكثر بشي يكون موضوعنا اليوم في زوم سانتي. زوم سانتي. سعيد جدا بحواري مع الدكتور حسام الحديدي، رئيس المكتب المنظمة التونسية للأطباء الشبان بالمنستير. سي حسام أهلا وسهلا. مرحبا بك حيم وشكرا على الاستضافة. وتتواصل الاعتداءات على مستشفياتنا التونسية بصفة عامة وعلى الأطباء المقيمين اليوم. بالفعل للأسف معناها حادثة جديدة وحادثة خطيرة وأخطر من اللي تعودنا به في المستشفيات نتاعنا. اليوم جدت البارحة في مستشفى خرطوم بورقيبة، تحديدا في العيادات الخارجية التابعة لقسم جراحة العظام. نرصد الحادثة كيفاش صارت بالضبط. هي مع 11 متاع الصباح تقريبا الأطباء الشبان والإطار شبه الطبي اللي يخدم غاديكا كان في قاعة الفحص يقوم بفحص مريضة مع تبشت تعدي في العيادات الخارجية، يتفاجئوا بأنه عاون سجون يقتحم شسمه قاعة الفحص غاديكا ويطالب أنه طبعا هو مرفوق بمسجون، معناها يطالب أنه المسجون اللي معاه يدخل يعدي حالا معناها فورا، بالرغم اللي هو معناها ثمة مع تمريضة قاعدة تعدي ديجا، ومن المفروض معناها أنه يحترم حرمة المريض اللي قاعد يعدي، لكن هذا ما صارش للأسف. بالطبع دخلوا الأطباء الموجودين اللي طار شبه الطبي، طلب من العون أنه يغادر بكل لطف، مش معقول اللي صاير وكل. للأسف العون طبعا ما استجابش، بالعكس كمل في التطاول متاعه، ويعني وحكي بطريقة فيها برشة تهديد وفيها برشة إهانة للحاضرين الكل وحتى المريضة اللي موجودة داخل القاعة، ورفض أنه يغادر، بل بالعكس زاد تطاول أكثر أو تطور الأمر أكثر لدرجة أنه يمد السلاح متاعه ويهدد به الأطباء والإطار شبه الطبي الموجود غاديكا. وطبعا حاجة كما هكا سبت حالة من الفزع ومن الرعب في صفوف الأطباء كما في صفوف المواطنين اللي مشاو يعديوا وقتها. سي حسام الحقيقة لنا تصريح ما كنتش تصور هكا، فسلي شو معناها معناتها جبد السلاح متاعه، معناتها جبد السلاح متاعه نحكيه على سلاح ناري راهو معناتها طبعاً سلاح مد وجهه معناته ولا شنو معناته؟ اي مد ما وجهوش مباشرة في وجه، مد السلاح نتاعو جبده، معناها هو محطوطك على جنب، جبد السلاح نتاعو معناها في نوع من انواع التهديد معناها الحاضرين الكل. اختيره برشا راهي اختيره برشا، ما كنتش نتصورها هكا انا الحقيقة حسيمة. اختيره برشا هي بالفعل راهي الحادثة ذي اختيره، والحادثة هذه راهي نتاج لعدم الأخذ بعين الجدية وعدم التعامل بالكيفية المطلوبة مع ملف ظروف العمل ومع حماية الأطباء اللي يخدموا في المستشفيات نتاعنا. الاعتداءات تطورت المرحلة أنه اليوم وصلنا أنه السلاح يتشبد داخل المستشفى معنا. الإشكال حسين بيستان الإشكال اللي يولي أعمق من هكا، خلنا نبدأ واضحين خاطر معناتها لازم نكونوا واضحين حتى مع السادة المستمعين. اليوم سنحكيوا على استثناء ماهوش قاعدة، ونحكيوا على لي كونديسيون ما كانش حد يتصورها من حامل زي دراوة. هذا ماهوش بالطريقة هذية، معناتها استنسنا بها نوعا ما بين قوسين جي من عند مواطن عادي متفاهمين، استنسنا بها ساعات نلقاو هكا في إطار تشنج واحد تخرجوا مرة سيطرة بالطريقة والوصف. هذا جزء من الحادثة سمعني من الرواية من عند سيادتكم، ولكن عمرنا ما كنا نتصور نعاون سجون يجيب معه مجون يقتحم السالة يقولكم توا باش تداويه، قلنا له ليه راهو أصبر شوية عندي حالة مستعجلة، جبد السلاح. تصويرة ما كان حد يتصورها حسام الحقيقة. هذه احنا الحقيقة اللي زاد تفاجئنا، من المفروض السلاح هذاك سلاح قدمته الدولة التونسية لسيد العون باش ينشر به الأمن وباش يحمي المواطن، نتفاجئوا أنه يستعملوا للترهيب وللتخويف ضد أطباء عزل وضد مواطنين، لأنه حتى المواطنين يرام كانوا ضحية للتهديد هذايا في النهاية معنا. بيه صار من بعد ما تم سحب السلاح متاعه صار كيفاش تعاملتوا على الأقل مع الوضعية من بعد؟ طبعا الأطباء والإطار الشبه الطبي الموجود غاديكا غادر قاعة الفحص بطبيعة مع المريضة اللي كانت موجودة، وتوجهوا أعلموا مباشرة المسؤول على العيادات الخارجية اللي بدوروا أعلم المدير العام للمستشفى. هذا هو اللي صار. طبعا معناها ما نحكي لكش على حالة الصدمة اللي عايشين فيها الأطباء اللي تبدع عليهم سلاح، نتخيل أي مواطن يسمع فيه النجم يتصور الحالة اللي هما فيها اليوم، فهمتني؟ وإحنا بالنسبة لنا هني نعاود ونكرر أنه الأمر هذا راي ما هيش حادثة معزولة،
وانما هي تطور نتاعها وقت الاعتداء لين وصلنا اليوم لدرجه انه العباد ماهيش خايفه من المحاسبه، ماشي ماهيش خايفه من العقاب. سيد العون كان جاي يخاف من المحاسبه ويخاف من العقاب، عمر ما يتجرأ يجبد سلاح على اطباء. ما كانتش وضعيه مستعجله نوعا ما، صحيا مستعجله، والاستثناء انه هو سجين لازم يامنوه في الوقت هذاك في عدد كبير نتاع مواطنين، معناتها ما كانش هكا يخلي عنده الاولويه نوعا ما. حسام، هذا شوف الأطباء بالنسبة للحالات الاستعجالية راهي تمشي للقسم الاستعجالي، العيادات الخارجية هي الحالات نتاع العباد اللي تعدي بصفة دورية، معناها ما فماش حتى حالة استعجالية تدخل العيادات الخارجية. كان جات حالته استعجالية يمشي مباشرة للقسم الاستعجالي، معناتها ما يدخلش غاديك أساسا. وطالبوا الهيئة العامة للسجون والإصلاح والتفقدي العامة لوزارة العدل بفتح بحث إداري بخصوص الجريمة، هذه اللي طالبتوه في النقطة الأخيرة لبيانكم اللي كان إصدار بتاريخ 16 مارس 2023. بالضبط هذايا، وبالاضافه طبعا احنا بالنسبه لنا كمنظمه نقابيه باش نقوموا بدورنا في تتبع الجزائي للسيده ذي. باش ترفعوا قضيه ساره؟ طبعا طبعا طبعا، لخطر اللي صار ما يمكنش انه نسكت عليه. طبعا اداره المستشفى مطالبه هي برفع قضيه، لكن احنا بدورنا باش نرفعوا قضيه زاده معناتها جزائيه ضد السيده ذي وضد الجريمه اللي كمنظمه ولا كاطباء اللي كانوا موجودين غادي؟ طبعا احنا كمنظمه هذوك بالاطباء يرجعوا لنا بالنظر، واحنا بالنسبه لينا مش نعرف القضيه ومش نوفر كل الدعم المطلوب باش القضيه دي تمشي وتاخو ما تاخو معناتها المجرى نتاعها، وانه نسترجع حق الاطباء الموجودين غاديكا وحتى المرضى اللي كانوا ضحيه. مره اخرى ناكد انهم كانوا ضحيه لهالتهديد اللي صار، ويبقى حق الرد مكفول لجميع الاطراف. وهذه دعوتنا زيدا نسمع الجزء الباقي زيدا من اداره السجون ووزاره العدل في توضيحها حتى هذه، انه عون سجون يجبد السلاح ويطالب انه تقديم خدمات واسعافات طبيه لمسجون بالطريقه اللي صفتها. هذه حادثه اللي كانت صارت وحصريا تسمعها على راديو الحياه فام. دكتور حسام الحديدي رئيس المكتب الجهوي للمنظمه التونسيه لاطباء الشبان بالمنستير، انكرو ميرسي لتدخلك معنا. مكملين معاكم حتى ال11، اخبارنا ما زلت متواصله على www.radiolhayatfm.net.